الجيش الروسي بدأ بالتصعيد من ضغطه على المدن الأوكرانية الكبرى تمهيدا لاقتحامها، وهذا الأمر جاء متزامنا مع تصريحات صدرت من هذا الرجل المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف، الذي قال بأن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد إمكانية السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا. والمدن الكبرى هنا وما يقصدونه هنا هي مثل العاصمة الأوكرانية كييف أو حتى خاركيف أو ماريوبول. ولكن هو أكد في نفس الوقت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه منذ بدء العمليات العسكرية والتدخل الروسي في الداخل الأوكراني بعدم اقتحام هذه المدن الكبرى، وذلك بسبب وبحسب وصفه بأن القوات الأوكرانية هي موجودة في داخل هذه المدن وتتخذ من المدنيين كدروع بشرية، وبالتالي حفاظا على حياة المدنيين يجب أن لا ندخل بسرعة إلى هذه المدن. ولكن الأمور الآن بدأت تتغير مع الممرات الإنسانية في كييف وفي خاركيف وكذلك في ماريوبول، وبالتالي بدأنا نشهد الكثير من القصف وقصفا عنيفا في 48 ساعة الماضية على هذه المدن والعديد من المدن المهمة. ولكن على المستوى الميداني العسكري بالنسبة لكييف تحديدا ليس هنالك الكثير مما يذكر بالنسبة للقوات الروسية. كان هنالك هجوما على مستوى المنطقة الشرقية لكييف على منطقة وضاحية يطلق عليها اسم بروفاري، حاول الدخول إليها من أجل عزل المنطقة الشرقية من كييف ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتصدت القوات الأوكرانية بنجاح كبير لهذا الهجوم. ولكن هنالك تطورات وتقدم للقوات الروسية في مدينة خاركيف وكذلك في إقليم دونباس وأيضا على مستوى والمستوى الجنوبي. دعونا نذهب بداية إلى خاركيف لنرى ما الذي يجري من عملية وما الذي جرى من تقدم بالنسبة إلى القوات الروسية. كما تلاحظون هذه هي الأراضي الأوكرانية، ومن هنا ومن هذا الاتجاه هي الأراضي الروسية بكل تأكيد، وهذه هي الحدود الإدارية تقريبا بهذا الشكل إلى إقليم دونباس، ومن هنا طبعا هو الفاصل بين لوغانسك ودانييتسك. بالتالي الآن وما الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية، هي تضغط بشكل عال على خاركيف ولكنها غير قادرة على اقتحام هذه المدينة. هنالك استماتة من القوات الأوكرانية من أجل الحفاظ عليها، وكذلك هنالك ضغط عالي جدا على هذه المدينة ألا وهي سيفرودونيتسك. يضغطون كثيرا القوات الروسية ولكن أيضا لم يتمكنوا من اقتحام هذه المدينة أو السيطرة عليها، ولكن تمكنوا من السيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية، بعض المناطق من هذه المدينة، لكن هي لا زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وعلى هذا الأساس القوات الروسية اتخذت قرارا مثيرا للغاية، وهي أنها توجهت مباشرة برتل كبير إلى مدينة إيزيوم بهذا الاتجاه، وكذلك تقدمت بهذا الاتجاه إلى مدينة كراماتورسك بهذا الاتجاه، وبدأوا بعملية محاصرة إيزيوم وكراماتورسك. والهدف الأساسي والاستراتيجي الواضح من هذا التحرك من القوات الروسية هو بأننا دعنا نسيطر على أي من هاتين المدينتين، إذا مثلا سيطروا على إيزيوم بهذا الاتجاه وبالتالي يفتحون ضغطا آخرا وتقع المدينة الأخرى تحت فكي كماشة، وبالتالي تلتقي القوات الروسية القادمة من إقليم دونباس مع القوات الروسية المتقدمة من محور خاركيف، وبالتالي يتم قطع الإمدادات ومحاصرة القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المدينة ألا وهي سيفرودونيتسك، وبالتالي سيكون هنالك نجاحا فيما بعد وما يمهد فيما بعد للقوات الروسية أن تستطيع من السيطرة طبعا على هذه المدينة ألا وهي سيفرودونيتسك، ويحققون تقدما في إقليم دونباس. ولكن حتى هذه اللحظة بالنسبة إلى القوات الأوكرانية هي تسيطر على مدينة إيزيوم، هي تسيطر على هذه المدينة كراماتورسك، وأن ليس هنالك حقيقة لهذا الموضوع حتى هذه اللحظة. وبالتالي القوات الأوكرانية هدفها الأساسي أن تدافع وأن تبقي الخطوط مفتوحة من أجل الإمداد اللوجستي والدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية الموجودة في هذه المدينة أو حتى في هاتين المدينتين التي تحدثنا عنها. وبالتالي إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل ولم يكن هنالك تقدما في مدينتي إيزيوم أو حتى كراماتورسك التي نتحدث عنها، قد يكون على القوات الروسية أن تتقدم إلى هذه المدينة ألا وهي مدينة دنيبرو التي هي تعتبر نقطة استراتيجية موجودة على نهر الدنيبر، وبالتالي قد تحاصرها فقط بهذا الشكل وبعدها تتقدم أيضا لتفرض حصارا على مدينة زاباروجيا التي أيضا يهدف أو تهدف القوات الروسية من مهاجمتها أيضا من محور آخر ومحاصرتها من محور آخر
قادما من مدينة إنرهودار، وبالتالي بهذه الحركة أيضا هم يجعلون القوات الأوكرانية الموجودة بهذا الاتجاه شيئا فشيئا تضعف وتكون في مشكلة من عمليات الإمداد اللوجستي. وفعلا القوات الروسية هي تقدمت من اختراق مدينة إيزيوم، هنالك اختراق للدبابات الروسية إلى هذه المدينة التي نتحدث عنها الآن، وجاء مقطع فيديو قبل 48 ساعة من القوات الروسية نفسها وهي تصور الدبابات الخاصة بها وهي دخلت إلى هذه المدينة المهمة. كما تلاحظون هذه هي الدبابات الخاصة بهم بحرف الزت المشهور لهذه الدبابات، وبالتالي هذا المقطع مهم جدا بالنسبة إلينا لكي نعرف هذا الموقع، هذا المبنى الكبير الذي تلاحظونه مع المدرعات الخاصة بهم قد تكون كافية لإعطائنا بعض العلامات. دعونا نذهب إلى اللقطة الرئيسية لكي نأخذ هذه العلامات ونتأكد فعلا هل هم موجودين أصلا في هذه المدينة المهمة ألا وهي مدينة إيزيوم. وبالتالي إذا ما لاحظنا سنلاحظ بأننا أمام مبنى كبير بهذا الشكل الذي لاحظناه من التصوير، وكذلك هذا الطريق الذي هو طبعا ملتف بهذا الشكل المميز، وكذلك هذا المبنى الصغير الذي هو يأتي مقابلا لهذا المبنى الكبير الذي نلاحظه كما نلاحظ. وبالتالي هذه العلامات ستكون كافية لأخذ حقيقة ما جرى. وبالتالي إذا ما نذهب وذهبنا إلى القمر الصناعي إلى مدينة إيزيوم بهذا الشكل، هذه هي مدينة إيزيوم التي تلاحظونها. إذا ما اقتربنا من المنطقة الغربية لهذه المدينة إلى عمق هذه المنطقة ووصلنا إلى هذه النقطة، توجهنا إلى اليمين، اقتربنا قليلا من هذه النقطة، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات فعلا، أمام هذا المبنى الطويل الذي تم تصويره بهذا الشكل، وكذلك هذا الطريق المميز الملتف، وهذا هو المبنى الذي يأتي مقابلا إلى المبنى الكبير الصغير بهذا الشكل طبعا، وهذا هو الطريق الذي كانت تسير فيه الدبابات الروسية وتصور هذا المبنى. وبالتالي هذا يؤكد بأنهم فعلا اخترقوا هذه المدينة، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك شيء يذكر من سيطرة للقوات الروسية، بل أن القوات الأوكرانية بشكل رسمي لا زالت تسيطر على هذه المدينة. وبالتالي هذا كل ما جرى حتى هذه اللحظة بالنسبة إلى خاركيف. أما إذا ما توجهنا إلى دانييتسك بهذا الاتجاه وحاولنا أن نعرف ما الذي يجري في دانييتسك، بكل تأكيد سنلاحظ بأن هذه هي الحدود التي تفصل دانييتسك عن لوغانسك طبعا، وأخذنا هذه الحدود الإدارية المهمة. وبالنسبة للقوات الروسية تقريبا تأتي سيطرتها بهذا الشكل الذي ممكن أن نوضحه لكم طبعا، وهذه هي مدينة دانييتسك بهذا الاتجاه، وبالتالي القوات الروسية والانفصاليين الموالين إلى روسيا هم يأتون بهذا الاتجاه، والقوات الأوكرانية تأتي بهذا الاتجاه. كما تحدثنا القوات الروسية تقدمت إلى كراماتورسك بهذا الاتجاه لسبب مهم جدا واستراتيجي، وهي محاصرة سيفرودونيتسك الموجودة طبعا تقريبا بهذه المنطقة في لوغانسك. وكذلك بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للقوات الروسية ما تم مؤخرا بالنسبة إليهم، وهنا طبعا هم يحاصرون مدينة ماريوبول، هم تقدموا إلى ثلاثة مدن بهذا الاتجاه وهي قريبة من مدينة فولنوفاخا التي تأتي بهذه النقطة. هذه المدن الثلاثة سيطروا عليها بالكامل، بل إنهم أيضا تقدموا بالنسبة للقوات الروسية إلى ستارو أو ستاروم لينيفكا بهذا الاتجاه وسيطروا عليها، وبالتالي حققوا تقدما كبيرا على مستوى دانييتسك. هم وصلوا تقريبا إلى الحدود الإدارية الخاصة بهم، لم يبقى إلا القليل مما تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وبالتالي هذا يفتح مجالا أكبر بأن يضغطوا بشكل أكبر على ماريوبول. وبالتالي ماريوبول والقوات الأوكرانية المتحصنة بهذه المدينة هي أصبحت تحت المطرقة فعلا وبعيدة جدا عن أي عمليات دعم لوجستي ممكن أن تتحصل عليها للاستمرار بالدفاع، ولكن لا زالت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الأوكرانية بكل تأكيد. ولكن في نفس الوقت القوات الروسية هي تعاني في هذه المدن وخاصة في مدينة فولنوفاخا، كانت هنالك لقطات مصورة جاءت أيضا من القوات الروسية. إذا ما ذهبنا إلى هذه اللقطات سنلاحظ بأن إحدى الدبابات الخاصة بالقوات الروسية وهي تشتبك في هذه المدينة، كما نلاحظ هذه الدبابة وهي تقاتل في الشوارع بهذا الشكل، وهذا يوضح أن هذه المدينة لم تقع فعلا 100% تحت سيطرة القوات الروسية، لا زالت هنالك معارك كبيرة تجري في هذه المدينة كما تلاحظون. وبالتالي إذا ما حاولنا نأخذ بعض العلامات من هذا الفيديو الخاص بهذا الاتجاه لكي نعرف أين نحن وأين نقف من هذه المنطقة، وهل فعلا هم في فولنوفاخا، بالتالي إذا ما لاحظنا فإننا أمام هذا المبنى الكبير، هنالك مساحة بهذا الاتجاه، هنالك مبنى يقابل هذا المبنى الذي نتحدث عنه طبعا، هي مبنيين، مبنى صغير بهذا الاتجاه، قد تكون الزاوية غير واضحة،
والمبنى الذي يقع خلفه يبدو سقفه باللون الأزرق، وكذلك هذا مبنى يأتي سقفه طبعا باللون البني ويأتي بهذا الشكل كما نلاحظ، وأيضا هذه الأشجار قد تأتي تأكيدا لهذه المباني الموجودة. وعلينا ألا ننسى الطريق الذي تتواجد فيه طبعا الدبابة بهذا الاتجاه. دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنرى أين هذه الاشتباكات، وهل هي فعلا هي في منتصف أو في جنوب أو في شرق فولنوفوخا. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى هذا القمر الصناعي، هنا ماريوبول، هنا المدينة بدأنا نقترب منها، إذا ما اقتربنا من الجهة الشمالية كما تلاحظون لنذهب إلى اليمين قليلا ونقترب قليلا من هذه المنطقة، سنلاحظ فعلا بأننا أمام نفس العلامات. هذا هو المبنى الكبير، هذه هي المساحة المفتوحة بهذا الاتجاه، وهذا هو المبنى الذي بدأ سقفه باللون الأزرق طبعا بكل تأكيد، وهذا المبنى الذي يأتي بجنبه، وأيضا هذا المبنى بالسقف البني الذي جاء بهذا الشكل، وأيضا هذه هي الأشجار التي كانت ظاهرة، والدبابة واضح بأنها كانت قادمة بهذا الاتجاه، وأن المصور كان يصور من هذه المنطقة. بالتالي نحن أمام اشتباكات في شمال فولنوفوخا، بالتالي نحن أمام معارك كبيرة تجري أيضا على مستوى حرب الشوارع، ولذلك الأمور لا تبدو سهلة، ولكن هنالك تقدما ملموسا بالنسبة للقوات الروسية في هذه المنطقة. وإذا ما توجهنا إلى المنطقة الجنوبية وتحديدا في مدينتي خيرسون وكذلك في ميكولايف، خيرسون سيطرت عليها القوات الروسية بكل تأكيد، هنالك تقدم مهم تم على مستوى خليج الدنيبر طبعا بالنسبة للقوات الروسية عندما تقدمت، ودعونا نأخذ اللون الخاص بالقوات الروسية اللون الأحمر، هي تقدمت فعلا إلى مدينة خيرسون وسيطرت عليها منذ أيام، وذهبت بسرعة كبيرة جدا وحاصرت مدينة ميكولايف، وبدأت تتجه بسرعة بهذه الاتجاهات، بل إن هنالك توجها حتى بهذا الاتجاه بمحاذاة نهر الدنيبر إلى غرب نهر الدنيبر. الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية هي تركت هذه المناطق الجانبية مثل هذه المنطقة طبعا وهي مدينة مهمة جدا ألا وهي أوليكساندريفكا بهذا الاتجاه، لم تسيطر عليها، وتركت القوات الأوكرانية موجودة بهذا الاتجاه، وأيضا تقريبا تركوا القوات الأوكرانية الموجودة بهذه المنطقة، وهذا ما عملت عليه القوات الروسية أنها تحصلت على تعزيزات مهمة بالنسبة إليها في الفترة الأخيرة، وتقدمت إلى هذه المناطق وسيطرت عليها بالكامل وبكل نجاح بالنسبة طبعا للقوات الروسية التي نتحدث عنها، قامت بتطهير هذه المناطق بالكامل، وبالتالي هم فرضوا سيطرتهم على خليج الدنيبر الذي يصب فيه نهر الدنيبر طبعا وكذلك نهر بوك. إذا ما سيطروا على ميكولايف ستكون لهم سيطرة كبيرة على نهر بوك، وبالتالي خليج الدنيبر هو خليج مهم بالنسبة إليهم لأنه يصب في شمال البحر الأسود بالنسبة للقوات الروسية بكل تأكيد. وعلى الرغم من هذا التقدم الميداني العسكري إلا أن هنالك مشاكلا وتباطؤا على المستوى السياسي، فإن المفاوضات الأوكرانية الروسية وصلت إلى جولتها الرابعة، تمت بهذا الشكل، ليس هنالك تقدما كبيرا، وهنالك ترقبا إلى جولة خامسة بين الطرفين، ولكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال بأنني أبلغت الوفد المفاوض الأوكراني أن يعمل على عملية قيام أو حدوث أو التهيئة إلى لقاء على المستوى الرئاسي، أي بينه هو زيلينسكي وكذلك مع فلاديمير بوتين. ولكن في حقيقة الأمر بأن الفورم بوليسي كشفت قضية مهمة بأن هنالك اتصالا غير مباشرا بين فلاديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، والوسيط في هذا الموضوع هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، هو الذي ينقل هذه المحادثات بين الطرفين، ولكن الأمور تبدو صعبة وصعبة للغاية، خاصة وأننا شهدنا اليوم عقوبات فرضت من قبل روسيا بشكل مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس الأمريكي، على وزير الخارجية الأمريكي، على الرئيس الكندي كذلك، في ردة فعل قوية من روسيا تجاه الغربي بشكل مباشر.